حين تضرب صدر الأرض تتجلى القمة وتطرق الشمس أبواب المجد القادم. عسير، ثقافة الأرض الثرية، خيارات السياحة المستدامة، بوابة التنوع البيئي والمناخي المختلف، قناديل الفنون التي لا تنطفئ. واليوم يرسم ولي العهد خارطة طريق لعسير نحو مستقبل أفضل من خلال إطلاقه يحفظه الله استراتيجيتها للسنوات العشر المقبلة، بالاستفادة من مقوماتها الجغرافية وقوتها البشرية وممكناتها الاقتصادية، بما يحفظ بيئة المكان ويحافظ على أصالة الإنسان، لتنقش في عنق التاريخ أن عسير قمم وشيم.